السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات أنا وفينسي. اليوم جبنا لكم وصفة سهلة بزاف، مكونات بساط وقلال اللي متوفرين في كل دار ومنتوج ديال فينسي. الوصفة ديال اليوم كتساعد في سد المسام وتنشيط الدورة الدموية ديال الوجه ديالنا. كتكون من الشوكولا بودغ أو مسحوق الشوكولا، وكتكون من الحليب كامل الدسم باش يغدي لينا البشره ديالنا. الوغ كنديروا معلقه ديال البودغ، معلقه صغيره. غنديروا ديما كنستعملوا عينينا، ميزاننا، ديما كنشوف المقياس اللي غادي يقد ليا الوجه ديالي، اللي غادي يكفيني الوجه ديالي. وكنديروا الحليب باش غادي نخلطوا هنا، قدني جوج معالق. انا كنخلط وغادي يبان ليا قياسي. فوالا كنحرك مزيان. نتوما كعارفين الشوكولات ما كيدوبش دغيا، او البودغ ديال الشوكولا ما كدوبش دغيا. جو بونس عندي الكفايه ديال الشوكولاته ديالي. فوالا، حاولوا البنات ملي ديروا شي خلطه نديروا المكون جوست اللي تصلح لنا نخدموا بها ديك الساعه، ما محتاجينش نديروا كميه كبيره باش تبقى لنا داك الشيء باش نخدموا لوجهنا. هذه راه فيها الكفايه باش تخدم لي الوجه ديالي، ونقدر نديرها حتى هذه راه فيها الكفايه تخدم الوجه ديالي، ما محتاجاش ندير اكثر. الو قلنا معلقه ديال البودغ ديال الشوكولات، معلقه ديال الشوكولا، وخديت جوج معالق ديال الحليب كامل الدسم. ها هي شنو دارت ليا. ناخذ البانسو ديالي ونديرها. بالحق قبل ما تاخذي البانسو ديالك وديريها، نسيت واحد المعلومه مهمه، هو انك تقدري تحتفظي به في الثلاجه واحد ساعه المكانه بين ما برد شويه، عاد باش تقدري ديريه لوجهك. سينو تقدري ديريكتومون غير ملي تخلطي ديريه لوجهك، ولكن من الافضل انا كنفضل انك هذا الخليط ديريه في الثلاجه واحد ساعه المكانه، خلطيه صايبيه وحطيه في واحد لو بول ديالك ديال الدجاج، ولا بطاسه كتسد ديالك ديال الدجاج، خليه واحد ساعه المكانه عاده باش ديريه للوجه ديالك. نعاود معكم المكونات. قلنا شوكولا اون بودغ، بودره الشوكولاته، والحليب كامل الدسم. من الاحسن يكون كامل الدسم. كناخذوا البودغ، كناخذوا معلقه ديال البودر ديال الشوكولا، كنديروا معاها معلقه حتى لجوج معالق ديال الحليب، كنخلطوهم مزيان حتى كيذوب الشوكولات، حيت كنعرفوا الشوكولات مع الحليب مع الحاجه البارده تيتكور لينا. كنخلطوهم مزيان، كي قلت لكم راه الكميه كافيه البنات للوجه ديالنا. بغينا نديروه ديك الساعه حتى نديروه، ما بغيناش نديروه كنخليه واحد ساعه المكنه، هو من الاحسن يبرد شويه في الثلاجه واحد ساعه المكنه ونديروه. من بعد كناخذوا البانسو ديالنا وكنايطاليو وجهنا، كذلك كنايطاليو حتى العنق ديالنا. كي كنوصيكم البنات دائما وابدا اي ماسك غنديروا لوجهي ضروري وجهي يكون نقي. نغسل وجهي بلوجيل ديالي ولا بالصابونه ديالي عاد باش ندير نطبق الماسك ديالي ولا نطبق الكوماج ديالي. من بعد ملي كديريه كتخلي واحد المده ديال 20 ديال الدقائق او 20 دقيقه عفوا. وكندير لا فيتامين او البنات، ما تنساوش تكون عندكم هاد لا فيتامين او. كي قلت لكم في الحلقه اللي فاتت ان كنديروها حتى في لا كريم ديالتنا ديال الليل، نديروا واحد جوج ثلاثه القطرات ونخليوها في لا كريم ديالنا، كتغذي البشره ديالنا وكتعاون في انتاج الكولاجين كي كنقول لكم. وبصحتكم الوصفه ديال اليوم، وان شاء الله في وصفه جديده وحلقه جديده غدا في نفس الموعد، وبصحه فطوركم، وشكرا لكم.